إذا آخر شيء كيف راح أعمل السويتشنج لواحد وأربعة واثنين وثلاثة؟ شوفوا شو راح نعمل. أنا كان عندي 180 درجة، خلينا آخذ 180 درجة زي هون ستة. كبر هاي. عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. خلينا افترض انه هاي هي اللي كانت تعمل سويتشنج لواحد. وبالحاله الاصليه لما كنا هون نعمل باي بولر سويتشنج كان واحد واربعه نفس السيجنال مش هيك؟ اصلا كانوا. فاذا هذا كيو واحد اذا بدك تسميه السويتش اللي بحطه او السيجنال اللي بحطها على كيو واحد وهذا سميه كيو اربعه. بالحاله الاصليه كمان شو كانت هاي السيجنال؟ كانوا نفسهم. مضبوط؟ مش هيك كنا نعمل؟ وبعدين كنا نطفيهم لمدة 180 درجة، 1 2 3 4 5 6 وأرد أشغلهم مرة ثانية، ونفس الشيء أعمل هون بالنسبة لأربعة أرد أشغله هون مرة ثانية، هذا يعني كأنه هون 1 و0، 1 و0. هلا حتى تشتغل معي هاي الفكرة ويصير عندي هون ألفا، راح أأخر Q1 بمقدار ألفا، وراح أبكر Q4 بمقدار ألفا. فراح أأخر هذا هون بمقدار ألفا، فهاي هون راح تصير ألفا. هاي تتأخر بمقدار ألفا، يعني هاي هون باي باي. وراح أبكر Q4 بمقدار ألفا، قديش صار الشيفت بينهم الآن؟ 2 ألفا. صار عندي في فترة، هلا في فترة لسه واحد وأربعة شغالين فيها، مزبوط؟ إيش الفترة اللي لسه فيها واحد وأربعة شغالين؟ اللي هي الأوفرلاب بين التنين، مزبوط؟ مش في فترة أوفرلاب بين هاد وبين هاد؟ مين اللي شغالين خلال الفترة هاي؟ واحد وأربعة، مزبوط؟ طب خلال الفترة هاي مين اللي شغال؟ طفى واحد، مين شغال؟ أربعة. وخلال الفترة هاي مين شغال؟ واحد. هون راح يشتغل عندي بس واحد، وطبعا راح يكون في اثنين وثلاثة، هلا بنشوف اثنين وثلاثة. إذا خلال فترة واحد وأربعة مين راح يشغل؟ رح اشغل عادي واحد واربعة ورح اشتغل واحد واربعة، وايش رح يطلع معي الاوتبوت؟ رح يطلع معي هاد، مزبوط؟ خلال الفترة هاي والفترة هاي رح يطلع عندي الاوتبوت زيرو، لأنه شغال بس أربعة ومعتمد. هلا لما بشتغل أربعة على أي دايود بدي أعتمد؟ اثنين. على الدايود تبع اثنين. بس طبعا هلا رح تشوفوا حسب الكرنت لازم كمان أعمل بحساب إنه الكرنت ممكن يكون بوزيتيف أو نيجاتيف. هلا بنرسم كيو 2 وكيو 3. خلينا نعمل نفس الشيء لكيو 2 و3. هلا احنا دائما كنا نقول واحد واثنين بصير يشتغلوا مع بعض؟ لا. لا، اذا لما يشتغل واحد لازم تكون اثنين طافي، ولما واحد طافي لازم يكون اثنين شغال. اذا خلينا نرسم كيو تبع اثنين. كيو تبع اثنين هي نفس الشيء هيك. هلا مباشره بس حركت واحد، ايش اثنين لازم يصير فيه؟ لازم يكون اوف خلال الفتره هاي، تمام. اذا لو رسمت خلال الفتره هاي وهذا كيو اثنين راح تطلع خلال الفترة هاي لازم يكون لما واحد اون لازم يكون اثنين اوف لحد ما واحد هون، يعني كيو اثنين هي بتساوي كيو 1 بار، مزبوط؟ وكيو واحد بيساوي كيو اثنين بار، مزبوط؟ مش هيك دائما هاي لازم يكون، بصيرش ما بصير عمره واحد واثنين يشتغلوا مع بعض، ولا بصير ثلاثة وأربعة يشتغلوا مع بعض، إذا مباشرة كيو واحد وكيو اثنين هما كومبلمنتس، مزبوط؟ وعندي هون راح يرد يشتغل هذا كيو اثنين، طيب كيو ثلاثة شو علاقته بكيو أربعة؟ مان كومبلمنت. كيو 4 وين شغال هون؟ اذا هون راح يشتغل عندي كيو 4 راح يكون هون وهون راح يكون كيو 4. هلا نطلع على الفترات هذول، نرجع لهي الفتره، مين اللي شغال فيها هون؟ واحد عندي اون 4 اون واثنين اون مش هيك؟ واحد اوف اربعة شغال ومين كمان؟ واثنين وثلاثة لازم يكون اوف لانه اثنين لانه اربعة. صار عندي هلا هون بهاي الفترة شغال اثنين واربعة. اطلعوا هلا ليش شغالين اثنين واربعة. احنا قلنا لو الكرنت بوزيتيف واربعة شغال على مين راح اعتمد؟ على اربعة والدايود تبع اثنين. طب لو كان الكرنت نيجاتيف على مين بدي اعتمد؟ على اثنين والدايود تبع اربعة. عشان هيك شغلنا اثنين واربعة ماشي؟ ما هو الكرنت ممكن في هذيك اللحظة ما يكون بوزيتيف، ممكن لما طفيت واحد مش انا عم بطفي واحد؟ واحد اوف مزبوط؟ إذا واحد اوف بدي أعتمد على مين؟ على أربعة. بس أربعة بقدر أعتمد عليه إذا الكرنت كان ايش؟ بوزيتيف بس بوزيتيف وبعدين بكمل مين؟ الدايود. لكن لو الكرنت في الفترة اللي طفيت فيها واحد كان نيجاتيف شو راح يصير؟ بدي اثنين والدايود تبع أربعة، ولذلك خلال الفترة هاي مين شغال؟ اثنين وأربعة، بعدين مين اشتغل؟
1.4 1.4 بيشتغلوا الان. هلا ما فيش مشكله لما 1.4 يشتغلوا. الكرنت كان بوزيتيف بايش راح يمشي؟ راح يمشي ب 1.4. نيجاتيف بيمشي بالدايود تبع 1 والدايود تبع 4. اذا بهاي الفتره 2.4. هلا اطلعوا على الفتره الثانيه هون عندي 1 و3. نفس الشيء. ليش 1 و3؟ لانه انا هون 1 و3 يعني كانه طفيت 4 مش هيك؟ لما طفيت 4 وخليت 1، اذا الكرنت كان بوزيتيف ايش راح يمشي؟ راح يمشي في 1 والدايود تبع 3. بس لو كان نيجاتيف وين بده يمشي؟ يمشي بالثلاثة والدايود تبع 1. اذا كل الاستراتيجية تبعتنا شو هي؟ هلا كنا بالاول كيف نعمل هون لما بدي اياها 180 180، شو كنت اشغل؟ 1.4 لمدة 180 درجة، و2.3 لمدة 180 درجة. هلا صار بدي الفا، ليش الالفا بدي اياها؟ عشان ايش اعمل؟ هارمونيك اليمينيشن. اذا كانت الفا 30 مين لغيت؟ 3. واذا كانت 18 لغيت 5. واذا كانت 13 او الرقم اللي حسبته بلغي 7 وهكذا. فانا بدي هاي الفا شو بعمل فيها الان؟ بجيب الباترن تبع واحد لسه عرضه 180 درجه، بس شو عملت فيه؟ عملت له شيفتنج بالفا. وتبع 4 شو عملت له شيفتنج؟ بطلوا 1 و4 طول الوقت هم مع بعض، صار في فتره اوفرلاب بينهم، بس في فتره كمان شيفت بالضبط. والشيفت هذا صار 2 الفا. طب ليش 2 الفا؟ لاني واحد منهم عملت له شيفت الفا والثاني عملت له شيفت الفا، فصار في فرق بينهم 2 الفا. خلال الفترات هاي رح يصير عندي شغال 4 و2 او 1 و3. لما يشتغل 4 و2 بضمن انه الكرنت ممكن يمشي هيك او يمشي هيك زي ما بده. ولما بشغل 1 و3 بضمن الكرنت يمشي هيك او يمشي هيك زي ما بده. هيك بقدر اعمل اليمينيشن للهارمونكس.